مرحبا، اليوم راح أعطي تيبس عن الفوت نوت بمايكروسوفت وورد. فوت نوت العادة استعمالات، منها شرح معنى معين، منها إعطاء معلومات إضافية عن الباراجراف اللي أنا عم بحكي عنه، منها أعطي لينك لأوتسايد سورس مثل الويب سايت وغيرها من الاستعمالات ككوبي رايت إلى آخره. أنا رح أبلش بإكزامبل. بدي أشرح كلمة cover page، حطيت الكورسر بآخر الكلمة ورحت على references واخترت insert footnote. بحطني هو بأسفل الصفحة وبيعطيني number one. هون بكتب description مثلا the first page that gives general information about the document. اوكي، واذا بطلع ضمن النص head cover page رح تلاحظوا بين 1، وبس اقرب عليها رح يبين pop up message مع الديسكريبشن اللي انا حطيته. في حال انا بدي الغي الفوت نوت، اذا جيت باسفل الصفحه عملت لها ديليت، أول شغلة بلاحظة إنه الخط بعده مبين، وإذا بطلع لفوق رح لاقي نمبر 1 بعده مبين. لكن مش بهالطريقة أنا بلغي الفوت نوت، رح أعمل أندو. أوكي، ورح إجي على نمبر 1 بالكوفر بيج. أوكي، وأعمل له ديليت. بس أعمل له ديليت، إذا بنزل بلاقي إنه اختفيت الفوت نوت. tips number 2، انا كلمه header بدي اعطيها تفسير، بس هالتفسير بدي اعطيه بالعربي. اول شغله بعملها بحط الكرسر على اخر الكلمه بالهيدر وبروح على insert footnote. لاحظوا انه الخط اجى من الشمال لليمين. في حال انا عم بكتب بالعربي او نص بالعربي، نحن عاده الاتجاه هو من اليمين للشمال. اذا جيت لهون بدي اعمل هايلايت لهيدا الخط، ما بقدر اعمل له هايلايت. كيف بغير له الاتجاه تبعه؟ بروح أول خطوة على View وبختار Draft، بعدين بروح على References وبختار Show Notes. ببين عندي Box أنا بهمني الخط، بكبس على السهم اللي هون وبقول له Footnote Separator. ببين الخط عندي هون، إذا جيت وعملت له Select بنعمل له select، ساعتها بروح أنا على هوم وبقول له اتجاهه right to left text direction. فأرجع على layout الأساسية، بروح على view وبقول له print layout. إذا بلاحظ صار اتجاه الخط من اليمين للشمال. الون كمان بجي وبحول الاتجاه من اليمين للشمال. بغير اللغة للغة العربية وبحط التفسير. Thank you.